أهلا بكم. في الحلقة اللي فاتت احنا شفنا سوا الخلية، واكتشفنا سوا ان حكاية الخلية دي حاجة غريبة قوي، انها ده مش مجرد حتة خلية تحت الميكروسكوب، دي مؤسسة لها نظام وإدارة ولها عقل مدبر، وان العقل المدبر للخلية هو النواة. ايه هي النواة دي؟ حتة بلية كده مش ممكن تشوفها بعينك، قطرها بالكتير 1/10,000 من الملي، يعني جزء من 10,000 جزء من الملي، شيء تافه جدا، حاجة زي النقطة كده تشوفها تحت الميكروسكوب. ومع كده النقطة الصغيرة دي اللي ما تبانش بالعين ولا حتى بالقوة الصغيرة بتاع الميكروسكوب، هذه النقطة الصغيرة فيها مركز معلومات وفيها أرشيف وفيها ورقة عمل بجميع الأنشطة اليومية اللي بتحصل في الخلية، وأصل بالشفرة بينطبع منه باستمرار نسخ تتوزع على أرجاء الخلية بتفاصيل وكيفيات العمليات الكيماوية اللي بتتم فيها، لأن الخلية على صغرها فيها مصانع ومعامل تكرير وبيتم فيها فك وتركيب وتصنيع هرمونات وتصنيع خمائر وإفرازات وحاجات بالشكل ده. كل ده بيتم بناء على ورقة عمل تطلع من النواة ويتعمل منها صورة تتوزع على جميع أرجاء الخلية. كل ده حاجات شفرية صغيرة مبنية على المادة الغريبة اللي اسمها DNA. وشفنا كمان ان الخلية فيها مخازن فيها تحط فيها المواد الزايدة من البروتينات والنشويات والدهون، وفيها مولد طاقة، والمولد طاقة ده معاه وقود بيشغله عشان يحرق الأكسجين ويمشي عربيات نقل خرافية غريبة تنقل المواد إلى خارج وداخل الخلية. شيء غريب. وبعدين شفنا إن الخلية دي في المبدأ في الحيوان ذو الخلية الواحدة كانت هذه الخلية بتقوم بكل الوظائف، وكانت هذه الخلية بتحاول تخلق جميع الأعضاء، كان فيها فعلا بدايات جميع الأعضاء. شفنا ازاي بتخلق رجلين وإيدين، وتخلق بق وتلتهم، وتخلق شرج وتخرج الفضلات، وازاي ان شفنا فيها بداية كلية عبارة عن حوصلة ممكن تفرز المياه الزايدة وتتخلص منها، وممكن في نفس الخلية يبقى فيها نقطة حمراء يقول لك دي بداية عين. جميع بدايات الأعضاء كانت موجودة في الخلية دي، خلية كانت بتحاول تقوم بكل الوظائف. تمام زي واحد شقته عبارة عن أوضة واحدة، فبيحاول يفصل من الأوضة دي جميع احتياجاته، يحط مش عارف بارافان هنا، سترة هنا، ويتقسم الأوضة إلى يقول لك ده بقى دي سفرة، وهنا مطبخ، وهنا صالون، وهنا نوم، وهنا تواليت، كله من أوضة واحدة، يحاول يفصل منها جميع احتياجاته. ثم شفنا ازاي ان هذه الخلية لها جدار او غشاء غريب جدا، ولو حاولنا نحط الخلية في اي وسط بنلاحظ ان في فرق كهرباء بين خارج الغشاء وداخل الغشاء دايما 90 ملي فولت، يعني كما لو كان هذه الخلية بطارية صغيرة. وشفنا ان هذا الغشاء غريب، وانه في تصرفه بيتصرف كما لو كان له رأي وموقف، وانه اشبه ببواب او حارس بيفوت او يمنع دخول المواد الى داخل الخلية بناء على تعليمات من الامن المركزي فوق. هذا الغشاء هو محور وظيفة الكلى. هذا الغشاء الراشح هو محور وظيفة الكلى، وعشان كده قلنا احنا مش هنقدر نفهم الكلى الا اذا فهمنا الخلية، وبالذات اذا فهمنا غشاء الخلية، وان هذا الغشاء اللي هو 1/100,000 من الملي بيقوم بوظائف غريبة كما لو كان عقل الكتروني. والكلى كعضو هي بحالها تتحط في الكف وتتلف في منديل وما تجيش كيلو جرام يمكن، ومع كده إذا توقفت هذه الكلى عن العمل يموت المريض في ظرف أيام. يموت ليه؟
يجيله تسمم. ليه؟ لأن وظيفة هذه الكلى الصغيرة تنقية الدم باستمرار من الفضلات. القلب بيضخ 7000 لتر يوميا، لتر دم. 7000 لتر دم يعني حوالي 36 برميل دم يضخها في الجسم. ربع هذه الكمية يعني حوالي 1800 لتر لازم تعدي على الكلى. يعني القلب بيضخ 36 برميل دم في الجسم، ربع الكمية دي 1800 لتر يعني 9 براميل دم تعدي على الكلى، والكلى تنقي الدم وتطلع فضلات من 9 براميل دول اللي ماشيين في الكلى، يطلع حوالي 1 لتر من البول اللي هي دي الفضلات. لو توقفت الكلى عن العمل معناها تتراكم الفضلات في الدم، معناها يحصل تسمم دموي، معناها ان المريض يموت غرقان في فضلاته. اذا حصلت الحكاية دي ملهاش علاج خالص الا بان احنا ننقل كلية، عملية نقل كلية، او نركب كلية صناعية. الكلية الصناعية هي اللي هتقوم بعملية تنقية الدم. والكلية دي حاجة حجمها كبير، دي كان زمان الكلية دي حجمها قد الأوضة، الكلية الصناعية. دلوقتي بقوا يعملوا كلية حجمها قد مكتب ودلاب كده. الكلية دي العيان مرتين في الأسبوع نمرر دمه كله جوه هذه الكلية الصناعية لمدة 10 ساعات مرتين في الأسبوع لتنقيته. زي ما قلنا الكلية دي كانت زمان قد الأوضة، دلوقتي مع التطورات العلمية بقت قد الدولاب ومكتب كده، حاجة برضو مهولة. الكلية الطبيعية بتاعتنا زي ما قلنا دي حاجة تتحط في الكف وتتلف في منديل. ومع كده ده رغم هذه الصغر في الحجم إلا إن فيها 7 أضعاف النسيج الفعال المطلوب لتنقية الدم. يعني إيه؟ يعني يمكن يعيش بنص كلية. شوفوا هي حجمها قد ايه، لكن ممكن نعيش بنصها، وممكن نعيش بربعها، وممكن نعيش بسبعها. فيعني النسيج اللي بيعمل كل العمليه دي حته قد صباعين كده يكفي لانه ينقي الدم التنقيه المطلوب. طبعا غريبه ان ربنا سبحانه وتعالى يدينا نسيج فعال 7 أضعاف احتياجاتنا. لا ده مش بس كده، ده مش بس الكلى، ده في الرئتين برضه مدينا برضو 7 أضعاف النسيج اللازم لتنقية الدم وتهويته بالأكسجين. وفي الكبد أكتر من كده، لأن الكبد كمان فيه خاصية التجدد الذاتي، زي ما يكون أكنه مدينا 100 ضعف النسيج المطلوب. دي حاجة تشبه مثلا لو رحت تشتري عربية من الأجنس، من الأجنس اداك العربية واداك معاها 30 عجلة احتياطي و30 كاوتش استبن و40 بطارية و70 موتور، و اداك كمان 1000 جالون بنزين او 2000-3000 جالون بنزين عشان تمشيها طول عمرك ببلاش، ومعاها كمان سواق مجانا وجراج مجانا وميكانيكي مجانا وكهربائي مجانا ومهندس مجانا وعامل دوكو مجانا. طبعا لو حصل انك لقيت اجنس بالشكل ده هتقول عليه ايه؟ هتقول يا اخي ده كرم يجنن، ايه ده؟ لانه طبعا مش مديك عربية، ده مديك 7 صناديق قطع غيار معاها كمان. اهو ربنا سبحانه وتعالى مش بس بيعمل كده، ويعمل اكتر من كده. زي ما قلنا بيدينا النسيج 100 ضعف احتياجاتنا. العربية اللي احنا راكبينها اللي هي الجسم ده مش بس فيه هذه الصفات وقدرة على التجدد ونسيج فيه احتياطي كبير جدا، لكن كمان عربية تصلح نفسها بنفسها، لكنها عربية معاها الميكانيكي والمهندس والجراش والدوك والمتاع كله مع بعض. ثم عربية تتكلم وتشوف وتسمع وتضحك وتغني وتبكي، كل دي شوفوا قد ايه الهبة الإلهية. احنا لما
بنروح الاجنس ونلاقي واحد بيدينا العربيه فيها قطع الغيار الهايله دي، يا سلام كرم يجنن، ميرسي اشكرك. ومع كده مش حاسين بالهبه الهايله في جسمنا، ومحدش بيفكر في الشكر والحمد. واكتر من كده الناس عايشه في غفله وبتعيش حياه انتحاريه كلها مخالفات. الحقيقه ان احنا لما بنتامل العربيه العجيبه اللي ربنا ادهالنا دي اللي احنا راكبينها اللي هي الجسم، ونتكلم عن الكليه اللي فيها، هي اشبه بايه؟ بالشكمان في العربيه بيطلع عادم، كذلك هي دي الكليه هي الشكمان بتاع العربيه اللي بتطلع عادم اللي بنسميه البول. ونتفرج عليها الاول كده في الفيلم قبل ما نكمل كلامنا، نشوف عجائب هذه الكلى اللي هي تتحط في الكف وتتلف في منديل، واللي هي فيها سبع اضعاف النسيج المطلوب. هدى المريض بتوقف الكلى، وبالتالي مركبين له كليه صناعيه. شوفوا الكليه الصناعيه دي حته من الكليه الصناعيه، هتشوفوا بقيتها دلوقتي. ده المريض كل أسبوع مرتين لازم يقعد جنب العدة دي ويمرر دمه، الدم بتاعه يمر جوه العدة دي 10 ساعات مرتين في الأسبوع، لأنه عنده توقف في الكلى. وبدون هذه المكنة، شوفوا المكنة قد إيه، كل ده اللي هي واخدة ربع الأوضة كده، المكنة دي هي الكلية الصناعية. والمريض يعني يتربط جنبها 10 ساعات مرتين في الأسبوع، والدم بتاعه يخش جوه المكنة دي كلها، يقعد يلف 10 ساعات مرتين كل أسبوع. من غير دي يتوفى، مفيش حل، يتوفى مختنق بفضلته. السبب زي ما قلنا أن الخلايا بتتنفس ولها عادم ولها مخلفات ولها فضلات، هذه الفضلات بتروح للدم، الدم بيكسح الفضلات، يبقى بالتالي لازم الدم يحتاج إلى تنقية. الدم بيرجع من الأنسجة محمل بالسموم والفضلات، فيمشي في الدورة الوريدية زي ما احنا شايفين. هذا الدم محتاج لتنقية، بيروح للرئتين يتنقى من ثانوكسيد الكربون، وبعدين يروح للكلى يتنقى من العوادم المادية اللي فيه. ده الكلى، دي الكلى. القلب بيضخ 7000 لتر دم، يعني 36 برميل زي ما احنا شايفين، 36 برميل دم بيضخها القلب كل يوم. ربع الكمية دي بتعدي في الكلى اللي هي 9 برميل او 1800 لتر دم. من هذه الكمية بترشح حوالي الدرق ده بول، حوالي لتر بول يترشح من ال دي. كلية، كلية كلب، هي شبيهة بكلية البني آدم، تركيبها واحد. هنعمل مقطع فيها ونتفرج عليها من جوه. ملاحظ ان هي المقطع في واضح فيه 3 مناطق. المنطقة دي هي الحوض، ده اللي بيتجمع فيه البول، ويليه الى الخارج فيه لباب الكلية، ثم قشرة الكلية. والقشرة واللباب هي عبارة عن أوعية دموية وأنابيب رفيعة أوي اللي هي بتجمع البول. كل الكلية عبارة عن شبكة من الأوعية الدموية، لأن احنا قلنا الدم بيخش ويرشح فضلاته في الكلى. شوف كل دي أوعية دموية متشابكة، بيخش الدم من الشريان الكلوي ويتفرع، يفضل يتفرع لغاية ما يدي شعيرات رفيعة خالص. هنشوف الشعيرات دي، بيتفرع لغاية ما يعمل شعيرات كده، الكراريات البطش الحمراء الصغيرة دي هي الشعيرات النهائية بتاع الشريان. شوف الدم ماشي، لان دي صورة لايف، دي
صورة حية دي اللي هي التفرع النهائي للشعيرات. الشعيرات دي هتصب بعد كده او ترشح في حوصلة، والحوصلة توصل لأنابيب رفيعة تلم البول. فاذا في شبكتين في الكلى، شبكة اوعية دموية وشبكة انابيب. هنشوف تحت الميكروسكوب دي كلية ارنب بتشتغل فعلا، وهنحقن الارنب بصبغة، وهنلاحظ ان الصبغة بتتنقل من بترشح من الشعيرات للأنابيب، من الشعيرات الدموية للأنابيب. هتبص لها أنابيب، ابتدى تشوف الصبغة وصلت للأنابيب اللي احنا شايفينها دي، هي الأنابيب. هتوصل للأنابيب منين؟ ما هو لازم رشحت من الدم، لأن احنا ادينا الأرنب حقنة في الدم، ومع كده الصبغة ظهرت في الأنابيب، وبعدين بتختفي من الأنابيب لأنها بتروح في أنابيب أوسع جوه بقى في الايه؟ في اللباب اللي حكينا عنه، وتفضل تتنقل من أوسع لأوسع لغاية ما هتوصل للحوض، وتصب بعد كده في الحالب وبعدين في المثانة. هنا بيورينا الأنابيب اللي بتلم البول، هي بتبتدي على الشمال بالحوصلة، وبعدين الأنابيب كل أنبوبة تسلم للتانية. مجموعة أنابيب بتلم البول زي ما احنا عارفين، وبعدين بعد كده تتجمع في أنابيب كبيرة وتروح لحوض الكلى وبعدين للحالب. هنشوف ازاي ان عملية الرشح، شوفوا على طول تظهر في ندي الحقنة تظهر على طول الصبغة في الأنابيب، وبعدين تختفي لكن هترجع تظهر تاني في الأنابيب الكبيرة اللي بتلم بقى. دي الأنابيب الكبيرة اللي بتلم الصبغة أو تلم البول، وتفضل تتجمع من أنابيب صغيرة لأنابيب أكبر لغاية ما هتروح للحوض بتاع الكلى. حركة الصبغة دي هي نفس حركة البول، الدم يرشح البول وبعدين يتلم في الأنابيب دي ويوصل للحوض. شوفوا بيختفي في حتة ويظهر في حتة، لأنه عمال يتحرك من أنبوبة لأنبوبة جوه الكلى. شوفوا هنا اتلم في انابيب كبيره ازاي حركه، حتى تشوف الصبغه بتجري على طول واحد من الشمال لليمين رايحه للانابيب الكبيره. الشبكه الانبوبيه دي مع الشعيرات الدمويه عامله وحده عمل بيسموها نفرون. وحده العمل دي الكليه فيها مليون وحده عمل، بنسميها وحده عمل ليه؟ لان هي الوحده دي اللي بيحصل فيها رشح البول زي ما احنا شايفين. البول بيرشح في الكبسولة أو في الأهو دي، يعني الشعيرات الدموية بترشح في الحوصلة دي، يرشح البول في الحوصلة، ومن الحوصلة يمشي في مجموعة الأنابيب اللي احنا شفناها. فهي دي وحدة العمل، وفي الكلية مليون وحدة عمل بالشكل ده، في كل وحدة الدم بيرشح. هنا بندي حقنة لإيه؟ هدينا حقنة لصبغة بس جزيئاتها كبيرة، فما نفدتش من الغشاء، دليل على ان الغشاء هنا الراشح غشاء مش اي غشاء، ده له رأي، في مواد ينفدها ومواد ما ينفدهاش. شوف دي صبغة تانية نفدت على طول، مش فاذا مش كل مادة هترشح، لازم مادة لها جزيئات صغيرة، ولازم مادة الجسم مستغني عنها ومش عاوزها. كل دي حاجات خطيرة جدا، لان هذا الغشاء الراشح غشاء له صفات مش اي غشاء، فهو بينفذ مادة ويمنع مادة. هنا حقنا صبغة جزيئتها صغيرة فأمكن أنها ترشح، ومع الصبغة المية كمان بترشح، وبترشح بكميات كبيرة في البول، يعني من 9 برميل في برميل مية بينزل، لكن احنا ما بيطلعش بول إلا لتر، ده دليل على أن بيحصل استرداد للمية تاني، ودي برضه مسألة خطيرة في هذا الغشاء، إن هذا الغشاء ممكن يرجع يسترد، يعني ينفذ مادة ويرجع يجي له أمر من فوق، إحنا محتاجين للمية، أمر من المخ، يروح يرجع الغشاء يسترد تاني المية دي، وكذلك يسترد أملاح مهمة زي الصوديوم والبوتاسيوم والحاجات دي، فأكنه ده غشاء غريب. أدي إحنا شايفين هنا الصبغة بترشح من الدم للأنابيب. ودي وحدة العمل اللي حكينا عنها.
وبعدين هنشوف ان حكاية استرداد المية دي حاجة غريبة، دي لها نظام في الجسم خطير. يعني نفرض مثلا ان الواحد نتيجة العمل والارهاق عرق كتير او عطش او في صحراء او يبقى بيجي امر للكلى انها تسترد كمية المية، الجسم محتاج لمية. فهنعمل تجربة غريبة قوي هنا، هنحقن في الانابيب صبغة زيت، احنا حقنين زيت الاسود ده في الانابيب، بعد ما نحقن في الانابيب ها الزيت هنرجع نعمل حاجة غريبة قوي، نجيب محلول ملحي ونروح قطعين عمود الزيت ونحقن حبة محلول ملحي في نفس الانبوبة. يبقى ان الانبوبة فيها محلول ملحي وفيها زيت صبغة، فحنلاحظ ان المحلول الملحي ابتدى يمتص ويسترد، وبالتالي شوفوا هتبص تلاقي الصبغة ابتدى هتلم على بعضها تاني. طب الزيت المية راحت فين؟ الزيت هيبتدي يلم على بعضه، يعني معناها المحلول الملحي الامتص اتاخد ازاي؟ هو ده الكلام اللي بنقوله، يعني ان وظيفة الكلى مش بس انها بترشح مية وترشح الفضلات ازاي، ده لا، ده كمان الغشاء ممكن يقوم بعمل عكسي بانه يسترد تاني المية من البول قبل ما تنزل، لان الجسم محتاج، الجسم في صحراء، الجسم عطشان، فتيجي اوامر للمخ على طول، المخ يبلغ الغدة النخامية، الغدة النخامية تفرز هرمون اسمه ACTH، الهرمون ده هو ده الامر الشفري اللي جاي من الامن المركزي للغشاء، يقول له افتح البوابات ودخل المية تاني اللي تطلعته، فيفتح البوابات ويدخل المية. يعني شيء غريب حقيقي. هنشوف الحكاية دي في رسم، يعني داء الغشاء ما بين على الناحية الشمال الأنابيب والناحية اليمين الدم والغشاء بين الاثنين. فبتيجي أوامر زي ما قلنا من فوق إن لابد باسترداد كمية أملاح صوديوم وكمية مية. فالصوديوم زي ما قلنا بيبقى في حالة أيونات، يعني ذرات مكهربة وجزيئات مكهربة، بيخش بناء على هذه الأوامر حيروح للدم، لكن عشان يروح للدم يعوز عملية قذف، يعني الغشاء لازم يقوم يقذف الصوديوم تاني للدم، ودي عملية بتحتاج لحرق أكسجين وعربيات نقل تشيل الذرات الصوديوم وجزيئات الصوديوم تحذفها للدم تاني. زي ما هو ده حدف، العملية دي بتحتاج لطاقة، زي ما شرحنا 6% من طاقة الجسم بتستهلك في عملية قذف الأملاح تاني في الدم. زي ما قلنا دي عملية بتحتاج لطاقة وفي مولدات طاقة بتشتغل وتحرق الأكسجين وتحمل عربيات نقل خرافية بالطاقة دي وتنقل ترجع الأملاح المهمة تاني للدم. فهي عملية أكتف، عملية غريبة. يعني احنا قلنا عشان ننقل جزيء صوديوم تاني للدم بنعوز نحرق 80 جزيء أكسجين. العملية اللي شايفينها دي عملية قذف الصوديوم تاني للدم بيحتاج لطاقة. العملية دي خطيرة ليه بقى؟ لأن أصل إحنا كلنا بنختلف في عادتنا، في واحد يحب المخلل وعمال يأكل حاجات ملح كتير، في واحد ما يأكلش ملح خالص ويأكل كل حاجة عدبة، في واحد يشرب مية كتير واحد ما يشربش، معناها إن هتبتدي الكلية تصحح كل الحمقات دي. لما يكون في ملح زائد غير لما يكون في ملح ناقص، يبقى إذن لازم يسترد. لما يكون في ملح ناقص في الدم يبقى لازم استرداد الأملاح اللي تنزل مع البول، والعكس إذا كان واحد بياكل ملح كتير يبقى مش مهم يسترد الملح. برضو حكاية واحد بيشرب كتير يبقى لازم مش مهم تنزل ماية في البول، لكن واحد ما بيشربش أو صحرا أو عطشان أو بيعمل مجهود على طول يطلع بلاغ للمخ بأن الجسم عطشان، المخ يبلغ الغدة النخامية بأنها تفرز ACTH اللي هو الهرمون ده، والهرمون ده هو البلاغ الشفري للغشاء يقول له افتح البوابات ورجع المية قبل ما تنزل في البول، فيمتص المية قبل ما تنزل في البول. وبالطريقة دي يحصل التنظيم الخطير العجيب ده، ومن 9 برميل يطلع لتر أو حوالي لتر من البول.
عملية تنظيمية غريبة جدا وبتصحح الحماقات اللي بيرتكبها الإنسان. شوف ده غاوي ملح قد إيه، واحد تاني بياكل عادي، الكلية بتصحح ده كله، واحد بيعمل مجهود وبيعرق محتاج لمية، يطلع بلاغ للمخ يقول أنا عطشان أنا عاوز مية، مخ يبلغ الغدة تفرز هرمون، الهرمون يؤمر الغشاء يقول له افتح البوابات رجع المية من البول قبل ما تنزل، الجسم محتاج لمية فيرجع الغشاء يسترد المية. حاجة يعني شيء غريب يعني، كله بيحصل في غشاء واحد على 100,000 من الملي، شيء خرافي يعني، دي عملية فعلا خرافية. هنعمل تجربة عشان نشرح تأثير الهرمون الغريب ده. فجبنا حوصلة بول ضفدعة مليانة بسائل أصفر ومحطوطة في المخبار ده، وبنشوف دخول المية وخروجها من الحوصلة وبنشوفها قد إيه. وبعد كده هنضيف هرمون ACTH اللي هو الأمر الشفري بتاع الغدة النخامية في المخ، أضفنا بحقنة وشوية كم نقطة، شوفوا بقى هيحصل إيه. الأمر ده يدي أمر للغشاء على طول، افتح البوابات إحنا عاوزين مية، شوفوا بقى هيحصل السرعة، سرعة انتقال المية للحوصلة قد إيه بقى. وشوفوا الحوصلة دلوقتي هتشوفوها هتنتفخ، تفضل تنتفخ تنتفخ، شوف نبص بقى الحوصلة، شوف بقت قد إيه، فتحت البوابات راح دخلت المية في الحوصلة. ده شيء غريب يوريكم قد ايه الشفرات الكيماوية بتشتغل، ازاي بتؤمر الغشاء يقفل البوابات يفتح البوابات يدخل مادة يطلع مادة، كل ده بناء على تعليمات الامر المركزي فوق في المخ. جسم عطشان محتاج المية، يبقى ما يصحش تنزل في البول مية كتير، رجع لنا المية. العكس يبقى افتح اقفل البوابات مش عاوزين ننزل المية بالشكل ده. يعني عملية شيء غريب وباستمرار عمالة تصحح حماقات الإنسان. شوفوا العرق على طول، الخلايا تبلغ تبلغ، الأعصاب الطرفية تبلغ، المخ يطلع بلاغ للمخ فورا، المخ يدي أمر، يجي أمر شفري من الغدة هرمون ACTH يقول لك افتح البوابات، يفتح البوابات يروح المية داخلة تاني، المية اللي كانت طلعت تسترد تاني في الأنابيب. شيء تنظيم غريب الحقيقة، تنظيم غريب. العكس بقى، واحد قاعد يأربع 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 زيادة عن اللزوم، فتيجي أوامر من الدم على طول للمخ إن عندنا مية زيادة، المخ يقول للغدة اقفلي المحابس أنا مستغني عن المية، الجدع ده عمال يشرب بدون مخ، ده أحمق، لازم نعوض الحماقة بتاعته ونخرج المية دي في البول. فعلى طول شوف ازاي قفلت المية تنزل في البول ولا تسترد. شيء غريب جدا، عمل متنظم هرمونيا، متنظم إلكترونيا، متنظم كيماويا، متنظم عصبيا، بحيث ان في النهاية يبقى في توازن دقيق، والخلية يبقى حواليها سائل وأخلاط من الأملاح متوازنة باستمرار مهما الواحد شرب مية أو أربع ملح. إذا توقفت الكلى بتبتدي المأساة، ويبقى لازم نحاول نصحح عن طريق الكلية الصناعية. في الواقع الكلية والكبد أول عضوين بيضحوا بروحهم بالنسبة لشارب السم ومدمن المخدرات ومدمن الخمور والمنتحرين اللي بيشربوا فينيك وبوليس نجدة ويبلعوا أنبوبة أسبرين. ليه؟ لأن هم دول البوابتين اللي بيعدي الدم عليهم على طول. وظيفة الكلى الصريحة التخلص من السموم، فإذا انت شربت سموم عمدا فانت عرضت الكلى لعمل غير مشروع مش معدله. ومع كده برضه ربنا سبحانه وتعالى عمل احتياط وعمل طريقه للتعامل مع السم، ربنا عمل حساب كل شيء حتى حماقات المنتحرين عشان يديهم فرصه اخيره. فاصبح في طريقه للتعامل مع السم،
في الكلى وفي الكبد. لكن بكل تمن، خاصة لو الواحد خد جرعة كبيرة أو بقى مدمن. لو كانت هي مرة وتعدي أو جرعة صغيرة ممكن، لكن لما تتحول مسألة الإدمان تبتدي الأعضاء دي تضحي بنفسها وتدفع تمن وتهلك. نتيجة الخمور مثلا الكبد بيجي له تحلل دهني وبعدين تليف، وبعدين يبتدي يصاب في وظيفته ويبتدي يفشل في أداء أعماله. الكلى نفس الحكاية برضه، في كل أنواع التسمم إذا كان جرعة كبيرة تبتدي تلتهب وتتلف وبعدين تتوقف عن العمل. غريبة إن ليس فقط الكبد يتخلص من السم أو يبطل مفعوله، لا ده كمان الكبد يقدر يحول السم إلى سكر. بعض أنواع السم ممكن الكبد يحولها لسكر، يعني يعمل من الفسيخ شربات على رأي المثل. طبعا دي عمليات كيماوية معقدة جدا، وعشان كده مش ممكن تقليد الكبد. ما طلعش لسه دلوقتي حاجة اسمها كبد صناعي، في كلية صناعية بس، لكن كبد صناعي ما نعرفش حاجة اسمها كبد صناعي، ما طلعش، لأن مش ممكن تقليد الكبد في حكاية تحويل الفسيخ لشربات. ودي مش بس وظيفة واحدة، ده الكبد فيه آلاف الوظائف، وعشان تقلد بعض وليس كل وظائف الكبد هتعوز مساحة الكرة الأرضية كلها معامل. فطبعا الأعضاء دي سمينة جدا، وبعدين لما بتيجي اللحظة الحرجة وعضو من دول يقع، كلية أو كبد، ساعتها صحيح المريض بيكتشف قد إيه الحاجات دي غالية، بيبقى ملك وعاوز يتنازل عن صولجان وعرشه عشان حتة كلية عشان يزرعه في جسمه مش عارف إيه، لكن بعد فوات الأوان. طبعا بنفهم من كده إن ربنا لما بيحرم شيء ما بيكونش تقييد حرية زي ما بعض الناس بيتصوروا. الناس بيتصوروا إن ربنا بيضيق عليهم وبيكلف وبيشيلهم ويحرمهم من، يقول لك ما تسكرش ما تشربش ما تاخدش مخدرات ما إلى آخره. أبدا، ده بالعكس، ده نوع من التوسعة ونوع من إن ربنا عاوز يدي الواحد صحة وعمره وحرية. فالناس فهم غلط، فهم ان تحريم الخمور معناها تضييق على الحرية. ابدا، ده توسعة وتحرير ثم عمر. ربنا عاوز يديك عمر، عاوز يديك صحة، عاوز يديك حرية، عاوز يديك قدرة. لما ربنا طلب مننا احنا نقمع الشهوات، ما هيش، ما كانتش يعني تحديد حرية، ده هو بيحرمنا من لذة عشان يدينا لذة اكبر. ثم مجرد ان الانسان يسيطر على شهواته هيوصل عنده وقت اضافي، بقى حر غير مستعبد، وبقى اكثر كرامه واكثر شهامه واكثر فهم واكثر وضوح واكثر وعي، وبقى فايق. الشهوه تيجي تطلسم دماغه تخليه يتحول لحيوان استعباد. فاكن مسائل التحريم هي في الحقيقه ما هيش تقييد حريه ابدا، ده تحرير، توسعة على الإنسان. ده اللي يفهم، إنما اللي متصور إن هو الحرية إن هو يعمل اللي على كيفه، إن هو يعني أبدا ده مش على كيفه، ده هيبقى حياة زي جبلية القرود. لكن اللي يفهم هيعرف فعلا إن ربنا لما منع هو في الحقيقة كان كريم جدا وكان رحيم جدا بالإنسان. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.